وأهداف هذه اللجنة. اسمحوا لي أن أطرح أمام لجنتكم الموقرة واحدة من أكبر التناقضات التي تعيشها هذه المنظمة القارية. فالاتحاد الإفريقي يعترف رسميا بالجمهورية الصحراوية كعضو من بين أعضائه، علما أن ثلثي الدول الإفريقية أي 34 دولة لا تعترف بهذا الكيان الوهمي. فمن بين 54 دولة مكونة للاتحاد الإفريقي 17 دولة لم يسبق لها أن اعترفت بهذا الكيان الخيالي، إضافة إلى 17 دولة أخرى كانت تعترف به وسحبت اعترافها بعدما انتبهت إلى هذه الخدعة. ومع ذلك تريد بعض الدول رغم أقليتها أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا في إيجاد حل لهذا النزاع، يضمن حسب زعمهم حق تقرير المصير لما يسمونه بالشعب الصحراوي. السيدات والسادة المندوبين المحترمين، أنا كمواطن صحراوي أطلب منكم أن تساعدوني على فهم هذه الإشكالية. حق تقرير المصير يتطلب تنظيم استفتاء يختار من خلاله المواطنون الصحراويون من بين اقتراحين، إما الانضمام إلى المغرب أو الانفصال عنه لتشكيل دولة مستقلة، أي أن هذه الدولة غير موجودة لحد الآن بما أن الاستفتاء لم يتم تنظيمه بعد. فكيف يعقل أن تعترف بعض الدول بكيان لم يقرر المواطنون الصحراويون أي المعنيون الأوليون بالأمر إن كانوا يريدون تأسيسه أو لا؟ وهل من المعقول إرقام الاتحاد الإفريقي أن يكون خصماً وحكماً في نفس الوقت؟ فإذا كانت هذه الدول وهي قليلة تطلب تنظيم استفتاء في الصحراء، فلتكن منطقية مع نفسها وتسحب اعترافها أولاً بهذا الكيان، ولتنتظر ما ستسفر عنه نتيجة هذا الاستفتاء. السيدات والسادة المندوبين المحترمين، الحقيقة أن الدول التي تعترف بجمهورية غير موجودة أصلاً وتطالب في نفس الوقت بتنظيم الاستفتاء تعيش تناقضاً صارخاً مع نفسها. فبعض هذه الدول تطالب بتنظيم استفتاء في أقاليم الصحراء المغربية باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتتنكر لنفس المبدأ عندما عارضت انفصال أقاليم في دول أوروبية ما زالت تواجه مخاطر التمزق والشتات. إنما تريده هذه الدول هو معاكسة الحقوق التاريخية المشروعة للمغرب وجعل مشكل الصحراء عائقا أمام التطور. ما أطلبه منكم السيدات والسادة المندوبين المحترمين هو أن تتمعنوا في هذه المواقف الغريبة والتناقضات التي تعيشها بعض الدول القارة الإفريقية بوجه خاص، وشكرا على انتباهكم.